جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. العم عبد العزيز الظاهري من مواليد 76 هجريا، مضى في العمل 3 عقود، تنقل خلالها بين عدة أقسام في الخطوط الجوية السعودية، لتحول بعدها مرحلة أخرى، مرحلة التقاعد. تقاعدت عام 1426. في الحقيقة ما كانت في عندي مخططات سابقة للتقاعد، لكن حبيت أسترخي وأنا بالنسبة لي يعني هذه حاجة أقولها للناس، إنه التقاعد هي تعتبر مرحلة جديدة بالنسبة للإنسان، الواحد لا يتعامل معها بنظرة سوداوية. بإمكانك أنت تبدأ بداية، هذه البداية حقت التقاعد جمالها إنك أنت اللي تخطط له. في الحقيقة إنه أنا بديت التأليف قبل التقاعد بسنة يعني، وكان في نتاج ليش للدراسة الخاصة بآداب اللغة الإنجليزية، فانتجت أول شيء شرح قواعد اللغة الإنجليزية باللسان العربي، وكان بالطريقة القديمة يعني بالأسلوب المسمى القديم. لم يكتفي العم عبد العزيز بالتأليف في تخصصه الأدب الإنجليزي، بل وجد نفسه مؤلفا للكتب التي تهتم بالقضايا الاجتماعية. ألفت كوكب الأمل، هو اللي يتكلم عن إنه الصراع يعني الإنسان، المشاكل الموجودة بين الناس ما لها دخل لا في لون ولا في لغة ولا في دين، الصراع هذا داخلي في الإنسان نفسه، يبحث إنه يرتقي بنفسه، عشان كذا وجدت هذه المشاكل ما لها دخل في أي عادات أو تقاليد أو لغة أو دين. بعد كذا تكلمت عن المتقاعد، أبي متقاعد، وهذه حكيت فيها إنه المعاناة الخاصة بالمتقاعدين. ونتكلم إحنا عن، تعرف المتقاعدين جولك أنواع، يعني في إنسان خرج من التقاعد وهو له رغبة يكمل، وفي إنسان خرج متقاعد هو كان يحس بالظلم. بعد كذا أنا تكلمت عن المفاهيم الموجودة عندنا، المفاهيم الموجودة في مجتمعنا، وهو عملت المعاناة صناعة إنسانية. هذه تكونت من 3 قصص: وأد البنات، وادي الظل، برمودا، مثلث الفراغ. بعد كذا شيء أفتقده، هو يتكلم عن الأدب، عن الناس، يعني يحكي قصة إنسان أديب، لأنه الأدب هو حاجة فكرية، يعني إنتاج فكري مو إنتاج عضلي. الإنتاج العضلي هو يحتاج فلوس، لكن الإنتاج الفكري لا، يحتاج زي ما تقول إيش، تشجيع، ثناء، مدح، ما يحتاج فلوس. قد يكون التأليف له دخل في تنظيم الوقت، اللي ما شاء الله الحمد لله الحين 10 سنوات وأنا ما حسيت بإني متقاعد، الله محمدك ورب يشكرك، لأن من البداية من الصبح أنا تحس إني سارح في الأفكار، أجمع أفكار، وهذا ما أنتبه لنفسي الحمد لله إلا قرب العصر، خلاص أتغدى وأخرج برا أتريض، في قبل ناس من الجماعة نجلس إلى بعد صلاة العشاء، وبعد كذا أرجع البيت، والنظام نفس النظام يعني. متقاعد ولكن خطط فبادر فأنجز، متقاعد ولكن يعد نفسه لمرحلة أخرى، فالتقاعد إذن مرحلة والعبور يكون بهمة. كان معكم عبيد البركات لقناة المجد جدة. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا.